اذكروا محاسن موتاكم. الصورة اللي قدامكم فيصل بوغازي، بدأ مسيرته الفنية عام 1987 واشتهر بتجسيد شخصية الرجل الشرير بصورة كوميدية، يعني هو شرير كوميدي يضحك الجمهور. وقدم سلسلة من الأعمال، كثير من الأعمال الشريرة اللي قدمها، من بين المسلسلات اللي كنا نذكر مسلسل أم البنات، تذكرونه اللي أحزننا وكان فيه الظاهر أعتقد شرير، وعدد من المسلسلات الكوميدية والمسلسلات اللي كان فيها شرير. فيصل بوغازي من الشخصيات المحبوبة عند زملائه، هو شخصيا أصله تحطه بأي دور يركب عليه، لكن كوميديا نمبر ون. فنان كويتي الله يرحمه، يسكر روح الجنة، اليوم حبينا أن نذكره وندعي له، والله يرحمه يسكن الجنة. واكتبوا لنا بالكومنتات دعوة لهذا الشخص رحمة الله عليه. اذكروا محاسن موتاكم.